بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا، معكم مصطفى حماد. إن شاء الله أكون معكم في شرح المحاضرة الأخيرة من مادة الإثكس على فريق لجنة الطب البشري. المحاضرة خفيفة لطيفة وما فيها شيء إن شاء الله. بتحكي عن موضوع إنه هي إنه عدم التعرض للمرضى للضرر أثناء مثلا العملية العلاجية نوعا ما، وإنه كيف أنا كدكتور أفكر فيها حاليا. نحن ندرس الموضوع كدكاترة، وكيف أفكر فيها من ناحية المريض، وكيف افكر فيها انه او شو اساوي اذا صار، او شو الاشياء اللي انتبه لها لو صار هذا الاشي. انه شيء طبيعي جدا انه يصير كطبيب كونه الجميع معرض للخطأ، فانت كيف تتعامل مع هذا الموضوع، او كيف تفكر لتبدا انك تتعامل مع هذا الموضوع عمليا. لازم يكون لك بعض البرنسبلز، بعض المبادئ لهذا الاشي. اهم برنسبل لهذا الاشي وهو اللي نحكي عنه اللي هو النون مالفيسنس. فالنون مالفيسنس هي معناها انه عدم الايذاء از ذا موست important principle تمام in medical ethics, applying the priority in medical practice, the common sense when dealing with the human lives. ملخصها انه انا عدم الإذاء الناس هو انا كطبيب هو اهم واولى اولوياتي تمام، و لابد انه اراعي بكل خطوه بسويها اثناء عمليه الطبيه، كوني انا الهيلث كير بروفايدر او اي حدا معي. يعني انا كطبيب غالبا راح يكون معي ستاف، راح يكون معي نحكي طاقم طبي، وغالبا الطبيب هو القائد بهذا الاشي، مرضين او حتى مثلا مقيمين اصغر منك مثلا اذا كنت اختصاص او كذا وما ذلك حسب انت وين موجود، فبتفرق معك. بس لابد انك دائما تحمل مسؤوليه انه عدم تعرض المريض اللي وافقت على علاجه لاي ايذاء اثناء العمليه الطبيه وتوضح كل شيء. فهذه هي الجمله بتلخص كثير اشياء قدام. طيب it's a serious obligation when the healthcare providers not to cause harm، زي ما قلنا انه انت ما تسبب اي مرض، عفوا ما تسبب اي ايذاء. طيب this principle starts and continue with، اول شيء انك ما تسبب اي ضرر، ما تقتل، ما تسبب اي الم او معاناه لبعض الناس، ما تسب انه يعني تعطيهم يعني بكل بساطه انه هو تخليهم انهم ما يقدروا يسوي شيء، او يعني تسويهم بعجز عن شيء معين يسووا في يعني جسمهم الطبيعي، انه مثلا انه عضو بطل يقدر يحركوه وما ذلك. لا تسب لهم اذى، يعني من ناحيه اذى نحكي لهم شخصيا ذواتهم مرضى، لا تمنحهم انهم يعيشوا يعني حياه جيده، وايضا انه لا تقلل من شأن المرضى. هاي كلها يعني لاحظ معي انه الإساءة قد تكون مش بس جسمية او بدنية، ممكن عاد تكون اشي نفسي او ما لا ذلك تمام. يعني هاي النقاط ما بتحكي عن هذا الاشي. طيب الان مقارنة سريعة انه بين عدم إيذاء الناس وانك تأخذ المصلحة الطبية اللي هي البينيفيسنس. وهي صراحة الموضوع هذا بيحتاج يعني ملخص الموضوع حاض، انه انا عندي لازم يعني نحكي انا عندي زي ما قلنا وش انه اولويتي انه عدم ما اسبب اذى، لكن بعض البروسيجرز بعض الاشياء الطبيه قد تسبب نوعا ما زي ايذاء للمريض. فانا احيانا لازم افاضل مين، هل ممكن اسبب الم او هيك يعني شيء بضايق المريض بس لكنه هو يفيد هاي العمليه، يفيد انه يوصل للعلاج، او انه افضل عدم ايذاء، او ممكن اخذ طريقه طول شوي. فهذا الشيء هذا بحكيهم بقول لك انا بقارن بين انه انا obligation to not to harm، انه احاول ما اسبب اذى، او انه اساعده تمام. فبقول لك انه as a standard refraining from causing harm، انه تبعد انه ما تسبب اي مرض، هو الميجر او هو نحكي اولى اولوياتي دائما في اي تفكير تمام. لكن في بعض الحالات الطارئه قد تحتاج انه احيانا هو تدخل بسرعه، ومثلا يكون شيء معلق بجسمك كذا، خاص ممكن تأذي المريض عشان بس شو بقدر معين، بحيث انك تخلص من شيء اللي بيأذي اكثر. ما تبي تفاضل بين شيء اكثر ايذاء وشيء اقل ايذاء، ولكنه راح يوصل ايش لهدف واضح وهدف معين. طيب so non maleficence not to inflict harm and intentional abstaining from actions that cause harm، انك ما تسبب ضرر وتبعد عن الاشياء اللي بتسبب ضرر تمام. beneficence taking actions by helping, preventing, removing harm, promoting good. هم مثلاً ترى بكملوا بعض، لكن في بعض الأشياء هي التعقيد، وفي بعض الأشياء بتلاقوا فيهم ممكن يعني يصدموا نوعا ما ببعض. فها إحنا كنا أشياء هاي بس، لكن بأغلب الحالات أمورهم طيب عادة، الثنتين بيقدروا يمشوا بخط متوازي. طيب so what's the principle to begin with؟ The approach should be assisted. طيب ما شو بيقولون هو ال حكينا إنه الأولويتي تاع إنه ما آذي، لكن أحيانا قد تحتاج البعض نوعا ما موازنة في الأولويات عندي تمام. لأصل هي هدفي بالنهاية هو علاج المريض تمام. فأقول لك both non-maleficence and beneficence are based
on harm concept. فأنا دائما بقيس قديش يعني هو كل شغلة مقياسها نوعا ما. بس الفكرة أنه دائما البنيفيسنس غالبا في حالة الطوارئ أنا بقدم مصلحة المريض على أني أسبب له إذاء معين صغير، بحيث أنه مثلا أتفادى أنه يموت أو أتفادى أن يصير عنده لا سمح الله مثلا شلل بإشي معين وما إلى ذلك. تمام. What is the concept of harm refers شو يعني شو هو الهارم؟ هو عبارة عن physical و psychological. لاحظ معي أنه هو مش شرط بس إشي بدني، هو إشي برضو نفسي، وهذا إشي لازم تراعي. تمام. وهذا يعني أقول حكيون. طيب What is the risk of the harm? Patient can be harmed and in time by being exposed to risk of harm. صراحة يعني سوالف ما فيهاش إشي. تمام. طيب الآن نبدأ موضوع negligence and malpractice. negligence معناها هي الإهمال الطبي نوعا ما، والإهمال الطبي بشكل طبيعي إنك ما تراعي أشياء كثير أو تراعي كل أشياء عفوا أثناء علاجك للمريض، فأنت بشكل طبيعي إنك توصل للmalpractice اللي هو إنه نحكي الرعاية الغير سليمة. تمام. negligence is carelessness of healthcare provider and can interpret as ماشي الفكرة نفس الحكي هاي إنه هو إهمال طبي بيؤدي بالنهاية إنه انك توصل للمال براكتس بالخنو باي نيجليجنس مال براكتس از ميد. مال براكتس ريفيرز تو اوف نيجليجنس ان ويتش بروفيشنال ستاندردز اوف اوف كير هافنت بين فولود. فبقول لك انه بكل بساطه انه المعايير الطبيه انه ما تم اتباعها بشكل صحيح، فتوصلت لموضوع المال براكتس. طيب نيجليجنس از ا تيرم ابلايز تو اول فورمز اوف فيلير تو ميت اوبليجيشنز اوف نون مالفيسنس، انك نوعا ما اي شكل من الاشكال انه بيؤدي لك انه ما توصل لعدم ايذاء المريض. تمام. انك تسبب ضرر من دون هدف معين باذى المريض، فهذا هو عباره عن اهمال طبي. برضو the failure to guard against risk، بكل بساطه انك تحمي المريض من اي خطر او من اي مثلا مضاعفات اثناء العلاج، فهي كلها برضو من الإهمال الطبي. هذا الإشي إهمال طبي بكل بساطة بصير لما ما تراعي كل الجوانب وما تلم بكل حالة أو يعني حالة المريض. يعني صراحة هذه دراسة مش مهم كتير. طيب نخش على الإشي المهم اللي هو الميديكال مال براكتس. ميديكال مال براكتس is misconduct that happens when a healthcare center or professional health personal carelessly تمام هاي بعدم اهتمام delivers standard substandard medical care or withholds تمام medical care. يعني كل بساطة إنه لما المقدم الرعاية هو الطبيب عادة بيكون بيقدم إشي لا يوافق المعايير أو إشي أو يسحب أو يعني يبطل أو يعني خاص يوقف رعاية صحية من دون ما يوفر بديل واضح للمريض، فهون هم بلشنا في عملية المال أو دخلنا في موضوع المال براكتس، والمريض هو راح يكون نحكي راح يصير عليه نحكي الآثار الجانبية والآثار لهذا الإشي، وأحيانا كثير بتؤدي ل مثلاً لإشي كبير مضاعفات كبيرة عند المريض. which leads to injury, disabilities, loss of income, hardship, death. تمام. in some cases medical malpractice comes in the form of negligence or medical ماشي. طيب كيف ممكن تكون أو شو الأشياء اللي بتشملها مثلاً ال medical malpractice؟ wrong diagnosis. تمام. wrong administrations برضو عندك the wrong medications, the wrong dosage and poor of health care management. طيب the law allows هاي شو لكون انه المريض هو بشكل طبيعي بيقدر يقاضي او حتى اهل المريض بيقدر يقاضوا اي دكتور او اي مقدم رعاية صحية ممكن تسبب في نحكي الاهمال الطبي او المال براكتس. تمام. فور ميديكال نيجليجنس بس لازم في ثلاث اشياء لازم نراعيها بهذا الشيء، او نحكي لازم يكون واضح عند برضه عند الدكتور وعند نحكي المريض او اهل المريض، في ثلاث اشياء لازم انه تكون واضحه عشان نحكي انه هذا في عندنا اهمال رعايه صحيح. احيانا في بعض الاشياء بتصير انه خلص هذا هو القدر او هذا هو المكتوب للمريض، مش شرط الدكتور يكون هو مهمل. اول شيء انه lack of provision of standard care، ما التزم بالمعايير الطبيه، حكينا اكثر مره negligence that leads to injury of harm، انه اهمال يؤدي لمضاعفات ما لهاش اي داعي، significant damage from injury or harm، انه بوصل انه المريض او عفوا الدكتور يسبب للمريض injury او ضرر معين، هذا الشيء بسبب عليه نوعا ما دمج او يحكي شيء ضرر اعلى من المفروض يصير، او نحكي او انه المفروض او مطلوب ليوصل للعلاج. تمام. لان اكزامبل سريعات للميديكال مال براكتس، مس دايجنوسس بكل بساطه انه هذا الشيء بصير بسبب الاهمال الطبي.
تمام انه يعطي تشخيص مختلف. طيب مس انتربريتيشن ديسريجارد، بكل بساطه انه مثلا هو هون الدكتور، هاي نقطه مهمه كثير وهي نقطه حساسه اتوقع من اغلب الاشياء بتصير، انه الدكتور ما بيلم بجميع الاشياء اللي بتخص المريض. لازم يعني كدكتور لازم تطلب من المريض جميع الفحوصات تقراها كلها تفهمها جميعها، تسال الدكتور تسال المريض اللي عندك كل شيء عنه تفهم كل جوانبه. هذا شيء جدا مهم انه احيانا بعض الجوانب تفرق كثير انك تقرر القرار هل تسوي عمليه مثلا او لا. طيب هون انه بقول لك ايرورز ديورينج سيرجري او اندو سيرجري، انه هون ممكن احيانا الدكتور يعني اجباريا يخلي المريض مثلا يساوي عمليه او كذا، وهي صراحه مش او بكون وقتها يعني ما في لها داعي. فهذا الشيء بالعاده يعني خاصه اي عمليه جراحيه ما لهاش داعي، خصوصا اذا كانت كبيره، يعني عرفنا هون حيكون في عندك مضاعفات لها، وهي المضاعفات منها ما كانت لي لسبب، في النهايه راح ترجع المريض وراح تسبب له يعني دمج واثار ومضاعفات اكبر. تمام، lack of proper after care، اثناء بعد انت كدكتور ما بيخلص بس انك خلاص تسوي العمليه مثلا او تعطيه دواء او كذا، لابد يكون في انك متابعات حسب حاله المريض. يعني في بعض المتابعات قد تستمر بعد العلاج لخمس سنوات، في بعضها لشهر، في بعضها ثلاث شهور، في حسب الموضوع. تمام، administration of the wrong dose medication، هاي انه الغلط بموضوع الميديكيشنز او الادويه. صراحه ممكن هذا من اكثر الاشياء الدكاتره بيخربطوا فيها، بعاده هم بيساعدونا الصيادله فيها، دكتور الصيدلي او الصيدلي نفسه. طيب medical malpractice types، medical cases while often grouped under the heading of medical practice or medical negligence actually comprise several distinct area of potential liability. دائما الدكتور أو الهيلث بروفايدرز هو عنده liability، عنده مسؤولية لأي شيء بيسويه. تمام، the most common types of medical practice proceeding rank. طيب شو أنواعهم؟ أول شيء lack of due care، تمام، lack of informed consent و battery، vicarious liability responded superior negligent supervision، injury to third parties، abandonment. طيب خلينا نحكي واحدة واحدة ونشرحهم واحدة واحدة شو معنى كل واحدة في المال براكتس. طيب lack of due care، كل بساطة انك هذا الاشي الاشهر هو اشي المفكر فيه اول اشي، انه هو انك ما تقدم رعاية كافية. عندك ثلاث نقاط رئيسية عشان تحكي انه هذا الاشي موجود. اول اشي يعني مثلا انا كمريض بدي احكي انه هذا الدكتور ما اتم رعاية الصحية بشكل المطلوب، في ثلاث اشي لازم انه اثبتها. اول اشي انه وجود علاقة بين المريض والطبيب، تمام، هذا الشيء بيثبت مثلا انه بالزيارات بالاشياء محمد بالوصفات وما الى ذلك. طيب the violation of the standard the violation of the standard of care، تمام، بكل بساطه انه هنا التعدي على المعايير الصحيه، تمام، انه الدكتور مثلا ما سوى يعني ما كان بشكل كافي مشى على المعايير الصحيه الصحيحه اللي مثلا هو تعلمها اثناء دراسته وما الى ذلك. تمام، من الاشياء المهمه صراحه هنا انه مثلا، وهي صراحه جدا مهم، موضوع الاخصائيين او يعني الاطباء العام او اطباء الحين يعني هم الاسره، غالبا هم الاطباء العام ما بتحاسبوا مثلا قد الاخصائيين. تمام، يعني الاخصائي لما يطلب شغله فحسابه نوعا ما اكبر او كذا، بس في شغله ممكن احيانا انه الاطباء العام هو يدخل بعلاج شيء متخصص اكثر، تمام، ويفشل بعلاجه او يقدم علاج، هو غالبا راح يفشل بعلاجه، مع انه كان يقدر انه مثلا يحوله على اخصائي. قد تكون اهداف ماليه، قد تكون هذا بهذا الجانب يكون غالبا، فلما ما يقدر هذا الطبيب العام انه يقدم هاي الرعايه الصحيه الصحيحه، فراح تلاقي انه صار عندك مال براكتس عند المريض. تمام، فهذا الشيء انه بيؤدي انه بتحاسب الجنرالست كانه سبيشالست، وبتحاسب برضه انه ما، فصار عنده حسابه عباره عن اثنين، انه هو اول شيء ما رجع لا اخصائي اكثر منه، ثاني شيء انه هو اشتغل شغل مش شغله. تمام، فصار عنده حسابه كبير نوعا ما، هو هذا الطب العام او طب الاسره نوعا ما. طيب the failure to meet the standard of care has resulted in damage، تمام، انه هم نوعا ما نفس الفكره، انه انا بسبب انه ما اتبعت المعايير الصحيحه فانه ما سبب ضرر، ما سبب اذا راعي انه الرعايه الصحيه، اسال المريض اوضح عن كل شيء، فهذا الشيء ادى مثلا ما سويت بعض الاشياء فادى الى ضرر، فهذا برضه بيرجع انه لاك اوف دو كير، انك ما قدمت رعايه كافيه. تمام، امثله the non specialist may be
held liable for medical malpractice for falling. طيب هذا حكينا انه الاخص الناس الاطباء الاطباء اللي هم بيكونوا عام ما مثلا بيرجعوا للاطباء الاخصائيين. طيب فانا سبيشالست طيب ماشي نعم لكم نفس الفكره انه برضو لا الاطباء اللي هم بيكون تخصصهم ما بيكون تخصصين اطباء طب عام برضو انهم يكون برضو مسؤولين بشكل اكبر خصوصا اذا كان انه مثلا بهذا الوضع ايش معروف انه مثلا انا بحاله معينه خاصه برجع للاخصائي هم رجع لهوش برضو هون هو مسؤول عن هذا الشيء. طيب this rule applies to the ordering of diagnostic tests the interpretation of test results. حكي نفس الفكره هون نوعا ما وين راحت هي تقريبا هاي تمام انه هي انه ما بلم كل شيء عن المريض ما بشوف كل التيستس ما بشوف جميع الفحوصات السابقة المريض فهذا شيء بالنهاية بيؤدي إلى رعاية صحية خاطئة. طيب failure to apply informed consent هاي الفكرة بكل بساطة شو بدي أحكي لك هي هون مهمة فيها إن هي البتري أور unconsented touching بكل بساطة هون شرحها إنه أنا ما بعطي أو أثناء رعاية الصحية لابد أنا كطبيب إنه أشرح للمريض كل إشي من A to Z يعني لازم أحكي له أنت من هاي أول شيء لازم أعرف معلومات المريض الشخصية معلوماته الهيستوري بتاعه والحالة المرضية كل إشي عنه بيخص المريض لازم أعرفه في دكتور بكل بساطة. وثاني إشي هاي أول نقطة. ثاني إشي من ناحية الطبيب من ناحية عفو المريض لازم برضو أنا كطبيب أحكي له كل إشي عن حالته أشرح له كل الخيارات الموجودة تمام وهو يقرر وهو يكون نوعا ما مشارك في القرار هو عائلته لنحكي شو الخطوات العلاجية اللي حتكون قدام بحيث هو برضو يكون مسؤول عن أي مضاعفات عن أي شيء. إذا كان هذا الإشي مكانش عند المستشار الدكتور هو راح يكون مسؤول. فمثلا هون battery or unconsented touching هو مثلا إنه يصير ممكن الدكتور يسوي عملية جراحية أو يسوي شيء معين مثلا هون راح يصدم شغلة إنه مثلا المريض ما يكون عارف أو المريض عارف عنه أو ما يكون فاهمين حتى ممكن حكى لهم بس هو لازم يحرص هذا الإشي ممكن هذا الإشي صعب شوي بس لازم يحرص إنه يفهم كل إشي ويفهم اهل المريض كل شيء تمام او هو راح يتحمل المسؤوليه اللي هي بصف انه باتري اور ان كونسنتد تاتشينج انه مثلا يساوي شيء وهذا الشيء يكون انه مثلا اهل المريض ما بيعرف فيه او المريض فروح يقاضوه على هذا الشيء تمام هاي مثل عليه. طيب vicarious liability responding superior او negligent supervision هاي بكل بساطه انه ما اشرت لها اول المحاضره انه انت كدكتور برضو مسؤول عن حدا أصغر منك يعني أنت كدكتور لو أجا مثلا أنت عندك صف كامل أنت كسبيشالست الأعلى أنت كنمبر ون في المستشفى مثلا طلبت مثلا من مقيم أنه سنة ثانية أنه يساوي شغل معينة سواها إشي غلط وأنت كدكتور كنت طالب من هذا الإشي فأنت هذا الشيء تتحمل أو أي حدا ثاني كممرض أو كصيدلاني أو كذا فأنت بكل بساطة لابد تكون مشرف على جميع العملية الطبية خطوة بخطوة وتراقب كل الأشياء اللي بمر فيها المريض كونه هو من مسؤوليتك يعني هذا ملخص هذا الشيء. injury to third parties بكل بساطة هسا أنت حين كدكتور مش شرط بس أنت مسؤول هذا إشي جدا مهم برجع النقطة هاي برضو إنك تفهم المريض إشي جدا مهم كل إشي عنه تمام كل أي تفصيل صغيرة ممكن تسبب يعني تكون مع المريض أثناء حياته الشخصية لابد إنه توضح له إياها تمام. فا injury to third parties مثلا أنت مو الدكتور عطيه هنا an uncontrolled diabetic condition حالة مثلا سكري سكري حين تعرفه مثلا إنه ممكن يتعرض لإغماء تمام فهذا الإغماء ممكن يأثر على حياته ممكن الدكتور طرح مثال إنه هذا الإشي إنه مثلا هذا مريض السكري تمام الدكتور ما حكى له إنه ممكن قد يتعرض لحالات إغماء فأحيانا مثلا أثناء سياقة السيارة تمام تعرض لإغماء فسوى حادث فأثر مثلا على خمسة آخرين هذا المريض والخمسة الآخرين هم الثيرد بارتيز الدكتور هو اللي بتحمل مسؤوليته فهذا جدا مهم. abandonment اللي هو نحكي التخلي عن أو نحكي خاص إنه withdraw the healthcare provider withdraw إنك خاص إنك توقف أو تسحب الرعاية الطبية من المريض في شغلة هان جدا مهمة إنك أنت عندك مسؤولية إنك تستنى المريض أو على الأقل توفر له بديل تمام للرعاية الصحية بتاعته ما بما إنك وافقت بإنك تقدم له الرعاية الصحية بالبداية أول ما جاك فأنت ملزم إنك تكمل معاه للآخر أو مثلا ممكن أحيانا بعض الدكاترة إنه خلص بس عندهم ظرف قاهر معين شخصيا أو إشي معين صار معاه فهو ملزم إنه نحكي يوفر للمريض
رعاية بديلة، تمام، عند دكتور ثاني أو ما ذلك. فهذا الشيء مهم، إذا ما سوى هذا الشيء فهو مسؤول عن أي مضاعفات بتصير عند المريض، تمام. هذول خمس أشياء لحقناهم، سوى مرة طيب إن شاء الله. طيب الكلينيكال ايرورز هم يعني شو تعريفهم؟ The failure of planned action to be completed as intended or the use of wrong plan to achieve an aim. مثلا تحط خطة علاجية معينة تفشل تكملها، أو مثلا تحط أصلا خطة خاطئة. فهذا الإشي هو عبارة عن كلينيكال ايرورز، نوعا ما راجع لما برجع لموضوع نفس النيجليجنس نوعا ما والمال براكتس. ولكنه شو أنواع وشو أعطيني أمثلة على الكلينيكال ايرورز لنفهمها أكثر. رجع الليزر، تمام. ADEs هم بكل بساطة إنه adverse drug events، مضاعفات مثلاً إنك تأخذ دواء معين، جميل. improper transfusions مثلاً نقل دم خاطئ، تنقل دم لدم ثاني، نوع دم يعني هذا النوع بسبب مثلاً رد مناعي، فهذا الشيء خلاص يعني أنت فجرت المريض نوعاً ما. surgical injuries أو wrong site injuries برضه هذا الشيء مهم جداً، تراي إنه مثلاً أثناء عملية جراحية ما يتم أي خطأ، هذا شيء جداً حساس. suicides falls and burns، بكل بساطة هون أملك إنه بعض المرضى قد مثلاً ينتحر او مش عارف يوقع او ينحرق اثناء هو تحت نحكي العادة الصحية، فانت هذا الشيء بتحمله، جميل. restraint related injuries or death، يعني ممكن انك مثلا تسبب له ضرر او مثلا ممكن تسبب له الموت، فكله اثناء العادة الصحية فانت هذا الشيء بتحمله. pressure ulcers يعني تقرحات ضغط وما ذلك. mistaken patient identities، بكل بساطة انك هنا هذا شيء غريب نوعا ما، انك مثلا انه تغلط في هويه المريض وما الى ذلك، هو شيء جدا غريب نوعا ما ولكن هو جدا مؤثر، تمام. طيب الان هذه نوعا ما نقطه مهمه هون، انه بقول لك انه الميديكيشن ايرور هي اكثر the most common and preventable cause of patient injury. ف يعني ممكن من اهم الاكزامبلز على الكلينيكال ايرورز هم الميديكيشن ايرور، هو الموست كومون، تمام، and preventable cause of patient injury. ف طب كيف ممكن يكون هذا الاشي؟ له خمس اشكال وخمس اشياء: رونج دراج اور دوز، تمام، انك تغلط بالدواء او حتى جرعه الدواء. رونج روت اوف ادمنستريشن، كيف ياخذ الدواء المريض تغلط فيها. رونج بيشنت، تغلط بالمريض نفسه. ورونج تايم، فهذا ممكن بيشنت ممكن ترجع لهي النقطه، شيء شوي غريب، تمام. There is the evidence that is accurate hospitals the incidence of IDEs، تمام، تقريبا 6.5%، فنوعا ما هي تسبة واضحة موجودة، فلابد انه تراعي هذا الشيء اثناء تعطي الدواء، انك تراعي كل حالة المريض وما يكون اي adverse effects ممكن يصير، تمام. من هاي 6.5% 1% منها فادل، 12% life threatening، و 28% ترى من هاي الحالات تكون preventable ممكن تجنبها و الان نسبة مهمة هاي برضو، ان هي انه 5.3%، تمام، من الوصفات اللي هي prescriptions قد تحتوي على medication errors بنسبة موجودة وعالية. يعني هاي 5.3% كيف تقسمتها وكيف ممكن تكون، يعني كيف ممكن أغلط أنا في medication errors؟ أول إشي نكون عندنا missing dose، هو إشي المشهور جدا وإشي طبعا يعني نفكر فيه شوي هو الإشي المنطقي، إنه بكل بساطة مثلا أنت كدكتور تعطي الجرعة نسبة الجرعة خاطئة، تمام، فهذا ممكن يصير. مثلا هو جرعته لازم ياخذ 8 ملي جرام، تعطيه مثلا 7 ملي جرام او 12 ملي جرام، فهذا طبيعي يصير وكثير موجود، فهذا اصلا الصيادله اللي بيساعدونا فيه. دوز ايرورز 15%، مثلا انك اصلا ما تعطيه مثلا دواء يعني دواء خاطئ او مثلا جرعه خاطئه على الاخر يعني شيء، فهذا برضه 15% اقل منها شوي. فريكوينسي ايرورز، انك مثلا تغلط في كم مره ياخذ الدواء، تمام. روت ايرورز 5%، يعني نوعا ما انه كيف ياخذ، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كيف ياخذ الدواء برضه ممكن تغلط فيها 5%. 1% فقط قد يحتوي على ADEs اللي هو موضوع ال انه يصير عنده adverse effects. انا بقول لك هاي نسبه مهمه برضه، 21% من الميديكيشن ايرورز انه undetected by pharmacists اللي هم الصيادله، يعني انه 21% من الحالات هذه غالبا ما بنتبخوش عليها، تمام، فبتمرق نوعا ما. بقول لك برضه انه بالحالات اللي بيصير فيها ADEs تقريبا 23% منهم برضه ما حد منتبه لهم، تمام. ف the majority of overlooked errors were incorrect medication, incorrect strength and incorrect dosage. تمام. طيب اخر شيء ناخذ سريعا كيس سريعه تورجينا انه هي مش مهم اشياء هاي صراحه، بس هسه مهم بس ناخذ منها المغزى. انه 50 years old, severe chest pain, shortness of breath,
شو كمان مايوكارد انفراكشن، سووا له عمليه وكانت ناجحه واموره تمام التمام. الان ودوه على الفنتليتور، ودوه على الاي سي يو، اموره 100% لحد هسه هون هو اللي نحكي البيجي نحكي العك او الغلط، يعني انه جونيور ريزيدنت مثلا سنه اولى سنه ثانيه شو اجى سوى له؟ اجى بيرفورم تروماتيك انتوبيشن، مثلا بده يسوي عمليه دخل تيوب داخل رئته او ما الى ذلك، ف صار عنده او يعني دخل طريق خاطئ وصار عنده انجوري للمريض، فصار هو اثر على الفوكال كاردز بادلي تمام. فهذا الدكتور الجميل اللطيف الحبيب الصغير السنفور ما رجع الدكتور الاكبر انه فصار عنده مضاعفات اكبر للمريض، صار عنده ايش فوكال كارد باراليسيس تمام. سو هيز فاميلي واز تولد اباوت تريكستومي اوف ذا بيشنت. لاحظ معي انه هنا الأهل المريض ما عرفوا موضوع الفوكال كارد بارالسيس، وهذا شيء هذا شيء خاطئ وكان من الدكاترة تمام. هذا شيء أول خاطئ إنه هون عندك الدكتور ما رجع للأكبر منه، وأصلا الدكتور الأكبر منه ما كانوا مشرفين عليه، وغير هيك كون الدكاترة الأكبر منه لما عرفوا الموضوع ما خبروا أهل المريض تمام. فمريض صار عنده نيمونيا وانفكشنز وسبسز وما بتلقوا أورجان فيلير، شو صار يحزلكم بالآخر؟ وصار عنده ريفرسبل برين انجوريز فالمريض مات تمام. فاجى الدكتور الكبير بده نوعا ما هو يعمل حل، الفاهم الجميل اللطيف انه الاخصائي اللي عنده المقيم غلط، فاجى بده يرجع بس ما زبطت معه والترقيع ما زبطت للاسف. فراح الدكتور شو سوى؟ راح انه والله طمن اهل المريض وحكى له والله كل اموره تمام محلاه جميل، بس بعديها انه الدكتور اجى يرجع ما زبطش معه شيء فالمريض مات تمام. فهون ايش صار؟ صار هسه عندك اهمال طبي من قبل الطاقم الطبي كامل، بتحمله اكيد الدكتور الاخصائي بشكل اساسي تمام. فنكون هون لازم انه خلص انه اوتوماتيك انتوبيشن على طول، حكيت ايش كومبليكيشن ثانيه شو ما كانت على طول، انت ك ريزيدنت مثلا كدكتور او شيء صغير على طول رجعت الاطباء الاكبر منك كان حل المشكله بوقتها يعني تمام. ثاني شيء هون الاطباء الاكبر منك لازم يعني الاطباء الاخصائي لما يعرف اصل انه الان انت هون حطيت الاهل المريض في حاله ستريس وفي حاله نفسيه سيئه جدا ما في داعي تحطهم فيها، فهذا الشيء ادى انه مثلا صار عنده تحمس اكبر لما مات المريض تمام. فهذه الحكي هون ف كملخص الموضوع، انت كدكتور لابد لما يصير عندك اي حاله مرضيه زي هيك اخطاء طبيه دايركتلي بتخبر اهل المريض تمام، ما في داعي للف ودوران بحيث انهم يكونوا معك الجميع يتحمل المسؤوليه. بقول لك هون احيانا انه ليش الدكاتره ممكن يسوي شيء هيك؟ عشان ماني ميكينج، عشان ظل الدفع شغال. ثاني شيء عشان يحمي حاله والطاقم الطبي من اللو سوتس، من اي دعوه قضائيه او مثلا من اي سمعه ممكن او اشي ممكن يضر سمعتهم تمام. ف يعني السمعه والمال للاسف. فهذا هو الموضوع ما عندي شيء احكيه فوق، فان شاء الله امور طيبه، محاضره خفيفه لطيفه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه جميعا، ان شاء الله نكون من قصرنا بشرح. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.